هعمل دلوقتي ايه؟ هبدأ في الرز الريزو. هاخد كده اعمل الرز الاول لان الفراخ بتتشوح لوحدها بطريقة لطيفة قوي، بتتبل تتبيلة سريعة وبسيطة. فخليني بقى ايه، دي هنا والارز هنا، وهاخد كده بسم الله زيت نباتي. هنزل مقادير الرز الريزو بعد اذنكم. للرز عندي كوبايتين او ثلاثة من الرز البسمتي حسب الرغبة، ممكن يبقى ذهبي لو احنا هنبقى مدينه لون، ممكن يبقى الرز الجاسمين رايس عادي جدا. خضار مشكل شهرزاد اللي انا هستخدم فيه الخضار المشكل البسلة والجزر، بصل مفروم، ثوم مفروم، فلفل احمر حار مفروم وده اختياري، ملح وفلفل، شطة انا حاطة مكانها تنفع معلقة هريسة او الفلفل الاحمر الحلو، بهارات فراخ وكمون مستردة، معلقة من الكاري، معلقتين كبار من النشا وصوص الباربيكيو والزيت. هاخد دلوقتي كده البصل وهبدأ اشوح هنا. اول حاجة يمتص حرارة الحلة، هرش رشة، وهاخد شوية ثوم. معانا مدام سهام حبيبة قلبي، صباح الفل. صباح الخير يا عمر، صباح الخير يا جميلة، وحشتينا قوي مدام سهام بجد. يا عسل يا سكر يا عزيمة. يا روح قلبي انت مدلعاني على الاخر. انت عسولة والله عظيمة، الله ينور عليك. يا رب يخليك، تسلميلي يا رب، ما تحرمش من حضرتك ابدا. تعيشي تعيشي يا حبيبة قلبي، متشكرة قوي قوي على الحاجات الجميلة اللي انت بتعمليها. تسلمي لنا يا مدام سهام ووحشتينا، وربنا يديم على حضرتك الصحة والعافية يا رب. يا رب يخليك، وببعت بقى سلام لمدام احلام قوي ونور ومايكل قوي قوي يا روحي. اللي انت عاوزاه ابعتي لكل اصحابك، لكل اصحابك. تيجي كده ونتقابل مع بعض مره ثانيه يا حبيبه قلبي، ربنا يديم المحبه دايما بينكم يا رب. وببعت سلام للاستاذ احمد وروان وعزيزه حبيبه قلبي. يا رب يخليكي، تسلمي لي وما تحرمش من حضرتك ابدا. نورتينا وشرفتينا مدام سهام والله. طيب هاخد كده بس اشيل بقى ال 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 الشربات ده، خلاص احطه كده هنا وهبدا هنا اشوح. انا شوحت الكاري عشان يدي الطعم والريحه بتاعته، وادي الخضار تشويحه حلوه كده، وهنحط رشه فلفل، رشه ملح، وبعدين عندي الفلفل اللي انا محتاجه احطه هنا، ممكن يبقى بارد عادي. ايوه ده خضار شهرزاد اللي انا حطيته، عباره عن البسله والجزر. ما حبيتش احط انواع تانية لانه معظم الرزات اللي بيبقى فيها البسله والجزر محببه للجميع. هاخد رشه كده من الكمون والبهارات الفراخ، وطبعا هاخد دلوقتي تتبيله الفراخ لوحدها. خليني بقى اقلب تقليبه حلوه، وهحط الرز. ربنا ما يحرمني منك والله. مخرجنا الجميل حسام العجمي نورنا النهارده والله. كده هنقلب. بس عارف برضو مطوع وحشنا، يعني ايه الدنيا هاديه كده، تحس كده مش حدش عامل ها ازعاج صح. انا بذكره بس عشان هو دايما بيبقى صوته عالي، فكل الناس مره لقيت الناس كلهم واقفين هنا بقول لهم ايه يا اولاد، قوي بيزعق جامد. بيزعق بيخرج جامد قوي. قلت له طفشت الناس جبتهم في الاستوديو حرام عليك. بس هم بيحبوه، هو حد جميل واخ محترم كده. انا بصوا بقى قلبت، بصوا اللون والريحه بتاعت الكاري طلعت لان انا اديته التحميصه، طلعت من التوابل الحاجه الحلوه. عندي ميه سخنه وممكن يبقى مرق لو انتوا حابين. بسم الله. كده خلينا نقلب تقليبه حلوه. بصوا الميه لازم تبقى سخنه ويفضل بيغلي علشان يبقى على طول يشتغل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللي عايز يضيف رشة قرفة خفيفة تدي تيست أعلى هتبقى حلو. اللي عايز يحط مثلا مكانها عود قرفة فيبقى أقل من النكهة القوية بتاعت القرفة. أوكي أنا هدي النار. كل كوباية رز بسمتي، أنا مش غسلة الرز، الرز ده قولولي نوعه إيه وأنا أقول لحضراتكم.
هم كام شركه في مصر يعني محترمين الحقيقه. كل كوبايه جافه من غير ميه ولا نقع ولا حاجه هتاخد كوبايه ونص ميه سخنه مغليه. طيب لو احنا جبنا بليته وشطفته وصفيته على طول هتاخد كوبايه وربع. وطبعا نوع الرز برضو ارجع اقول لحضراتكم بيفرق جدا. لو النوع الانواع اللي انا بقولها لحضراتكم دي انا واثقه منها من معيار مظبوط، والكوبايه بتبقى كوبايه الشاي او المج الشفاف خلاص. لكن لو انواع تانية سايبه دي بتبقى ساعات بتعجن وساعات بتبقى مش مظبوطه، اقول لكم تعملوا ايه في تكنيك ليها في الشغل يريحكم، بس برضو ما بتبقاش انواع سيئه جدا. طيب احنا دلوقتي هناخد الفراخ هنا، هعمل بس تتبيله للفراخ وهنزلها في نشا وانا هحمرها قبل ما حضراتكم ترجعوا باذن الله لما ناخد فاصل. هعمل كده اوكي. انا عايزه شويه ميه بعد اذنك يا احمد سخنه من هناك الكتل اللي جوه بعد اذنك سخنه، لا ميه كتل جوه في الاوفيس. هاخد كده بصوا انا جايباها دي اللي كانت موجوده ان انا لقيتها الستريبس، هقطعهم مربعات كده صغيره. هاخدهم مربعات. هعمل ايه بقى على الفراخ دي قبل ما اقطع؟ هاخد كده معلقه من المستارده من هنا، بس خليني اجيب بوله صغننه عايزه اديها تيست بس حلو كده. انا عندي باربيكيو صوص بس انا هحط برضو مع تتبيله الفراخ عايزه اديها طعم من جوه، شويه بهارات، رشه كمون، عايزه طعم الفراخ ورشه فلفل وملح. خليني اهدي النار. انا مهديه بصوا هديت النار خالص كاني هطفي. هقلب كده وهاخد من الفراخ دي. حاضر من عيني عيوني كده اهو دي الحله. وهنقفل كده. هنعمل بقى كام مكعب من الرز من ده على الرز، هنقطع مكعبات من السكينه حبيبي كده. عندي نشا او دقيق اللي يعجب حضراتكم نستخدمه. انا بس خليني ازود هنا شويه ميه بسيطه سخنه لان الميه كانت قليله بس عشان يبقى مستوي تمام. اوكي ممكن اخد كمان لو عندي توم باودر عايزين تحطوه مع الفراخ حطه. انا عندي هنا الفراخ فين يا حبيبي؟ هاخد بس كده عايزه اقطعهم مكعبات. هاخد في النشا وعندي هنا طاسة الزيت هحطها هنا هبدأ اسخن. بصوا الزيت مش كتير، انا مش عايزة زيت كتير. هاخد كده ممكن احط بس تاتش معلش التوم الباودر عشان ادي طعم حلو للفراخ والتوم ما يتحرقش في وسط الايه التتبيل. حلو كده. هناخد دي مكعبات، انا عايزها مكعبات كبيرة شوية او صغيرة زي ما حضراتكم تحبوا عادي جدا. دي اللي موجودة عندي اللي هي الستريبس. اوكي حالا. طيب اوكي انا دلوقتي هقطعهم كده مكعبات صغيره قبل ما الزيت ده يسخن شويه. هنزلهم في النشا واديها تشويحه يبقى لونه ذهبي، ولما يطلع الرز هضيف المكعبات الحلوه دي على الرز وبعدين اديها صوص الباربيكيو فقط لا غير. اهم حاجه نكهوا الرز بتاع حضراتكم بالطريقه اللي تعجبكم ان شاء الله يطلع حلو، والفراخ كمان تديك طعم متعس حلو قوي. هستسمح حضراتكم نطلع فاصل صغير، هنرجع بعد الفاصل نكمل بقيه الرز الريزو وندخل بقى على الوصفه اللي جايه مستنيه حضراتكم. ورجعنا لكم مشاهدينا الكرام مره ثانيه بعد الفاصل. بصوا انا بدي بس كده تغميسه في النشا خفيفه، انا ليه قط النشا عشان تدي لها قرمشه بس وما يشربش زيت بقى. الدقيق ده بيشرب شويه زيت كده، خلينا نعمل كده والزيت مش كتير، عايزاها بس تدي لون ذهبي وممكن تبقى مكعبات بس انا بحبها يعني عايزينها مكعبات اقطعها مكعبات عادي جدا بس اللي موجود هيسد والله يا جماعه. طيب خليني بس ايه اغير الجلاف ده وياخد بسم الله هنا كده كده مكعبات لطيفه كده والرز هيبدا بقى يتشرب.
انا وطيت عليه، اول ما بيغلي حطيت ميه سخنه مغليه وغلي خلاص انا وطيت على الرز. احنا ممكن ناخد دلوقتي اثناء التحميل تطبيقات، بس عايزه اقول لحضراتكم حاجه، انا هبدا في الكيك بعد التطبيقات على طول، اللي هو اللي اتفقنا عليه بكيك الزعفران. انا حطيت الصوص زي ما اتفقنا اللي احنا هنسقي بيه، بقيله بس ميه الورد اهي، شويه ميه ورد خلاص، وحطينا عصير ليمون في الاول في الغليه الاولانيه مع السكر مع الميه مع عود القرفه مع الزعفران مع الحبهان، كل ده كان في الاول، غليوا مع بعض وبقوا كده، سبتهم يهدوا. وهنا الرز اهو، اوريه لحضراتكم بس سريعا، بسم الله اهو، مش هلمسه قبل ما تيجوا، نهدي النار كاننا هنطفي، وبعدين اول ما يبدا يتشرب والميه ما يبقى لهاش اثر هنبدا ايه، بصوا بالشوكه بس كده، بصوا لون الرز والخضار اداله، هيديله تست اعلى وهيبقى صحي اكتر صدقوني. واحنا استخدمنا البسمتي الذهبي اهو، هسيبه بقى. انا ممكن بقى في المرحله دي اطفي النار، خلاص اطفي النار كل ده، طيب اطفي النار واسيبه بقى يتشرب على البخار كده. انا دلوقتي اهي الفراخ جاهزه، اسمحوا لي بقى ايه عقبال ما تتحمر هننزل اخد تليفون حبيبه قلبي ام رامي معايا تليفون. السلام عليكم. صباح الفل عليك حبيبه قلبي. يا زوزو عامله ايه؟ كده بتشتبعتي لي واحده مش هكلمها طيب؟ يعني غريبه لحد عندي حبيبه قلبي. يا حبيبه قلبي تسلم ايديكي وعينيكي والله كنتي منوره يا جميله. ربنا يخليكي يا رب، ما شاء الله، ايه الجمال ده؟ يا رب يخليكي. يا حبيبتي تسلمي. ما شاء الله والله. تسلمي يا عمري. الف 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 مبروك. الله يبارك فيك. نجاح لنجاح يا رب. امين احنا وانتوا دايما يا رب. بجد كل خير. يا حبيبه عمري. يا رب يخليكي ليا، تسلمي لي والله، كلكم ذوق. دايما منورانا على الصفحه وعلى التلفزيون وعلى الشاشه وحبيبتي جميله والله. حبيبتي حبيبتي ربنا يسعدكم جميعا يخليكم ليا والله. ربنا يخليكي بجد والله، تستاهلي كل خير حبيبتي. ده بفضل تشجيعاتكم صدقيني والله العظيم، ما انكرش انها ليها دور كبير قوي 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 في ان انا افكر في حاجه زي دي. ذوقك واخلاقك وكرمك وحاجات كتير قوي والله. يا رب يعزك ويخليكي حبيبه قلبي، ما اتحرمش منكم ابدا ولا من سؤالكم عليا. حبيبه قلبي ام رامي تسلمي لي وتسلم ايدك على الشكلمه الروعه. انا اصلي بعشق الشكلمه، ومن اساسيات الحاجات في العيد عندي لازم اعمل شكلمه. و دلوقتي بقى انا خلاص اهو حمرت دول، خليني ارفع بقى الزيت. بسم الله الرحمن الرحيم. والرز دلوقتي بيبدا يتشرب اهو على بقيه البخار، وعملنا الريزو بس دخلنا فيه الخضار. اتمنى الفتره دي نقوي مناعتنا، وارز الريزو اتمنى يكون عجب حضراتكم.